وبسبب إصابة أم أمر فني لا أعلم، راح أقول لك إياه، لكن هذه الكرة الآن تلعب خطيرة. الله أكبوتو بعد تمريرة غاية في السحر والجمال والفن والحكمة والموعظة. هنا يأتي لدينا الرجل سيباستيان سوريا. شوف 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 هذا الأساس بالطريقة الممتازة الخيالية بكل الخبرات اختزلت لتصل الكرة لمصلحة يوكبوتو. الله، هي من البداية حلوة، هي من البداية حلوة، وفي النهاية النيجيري يوكبوتو يسجل لقطر الهدف. ما شاء الله عندهم أطوال كبيرة جدا. هذه الكرة ومحاولة من بدر بامين. نشوف الإعادة، نشوف ركلة جزاء، أقرب إلى أن تكون ركلة جزاء. نعم 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 لسيباستيان تاريخيا في مرمى السلية. سيباستيان الله سوى الإداري شغالين، وهنا يأتي الهدف. راح معاها كلود أمين لكنه لم يستطع أن يتصدى طبعا لهذه الكرة. مواجهة في 17 مواجهة، هذه كرة في الجهة اليمنى لمصلحة سعد حسين. يمرر فتفة للتخليص. الله، يفعلها مدثر كثيرا السلية. هنا يأتي البديل بعد التمريرة لفتفة. شوف داخل منطقة الجزاء بهذه الحرية يسجل لدينا محمد مدثر ويقلص النتيجة بطريقة ممتازة.